مرحبا. قديسنا اليوم هو القديس يعقوب السروجي، هالقديس اللي شاف الميلاد بطريقة تانية، خبرنا عنه بطريقة تدلنا على سر خلاصنا. لقد تجسد من مريم العذراء وولد بالجسد ليلدنا بالروح، تواضع لكي يرفعنا، اتحد بطبيعتنا ليعطينا موهبة الروح القدس. لأن يوم ميلاد ملك الملوك ورب الأرباب وتجسده كان من أجل خلاصنا. هالقديس شاف إنه ميلاد يسوع هو عودة الروح القدس لإلنا، ليملانا لنصبح إحنا هيكل للروح القدس. وأحلى شيء كمان بيقولوا من الأشياء الحلوة، بيصلي بحرارة بيقول: النفس المريضة تسألك يا ربي أن تأتي إليها، أدخل وافتقدها لتقوم وتخدمك كل يوم. أيها المحسن، يا من بابك مفتوح للأشرار والخطأ، هبني أن أدخل وأرى بهاءك وأتعجب. إحنا مع القديس يعقوب بنقول ربنا افتح لنا، خلينا نفوت على هالميلاد، خلينا نفوت على هالمغارة ونشوفك، لنمتلي من روحك القدوس يملانا ويخلينا نشع بنورك السماوي. القديس يعقوب رح يكون كمان معنا بهالمغارة ويكون نجم من نجوم مغارتنا، فيصلي لنا للطفل يسوع علشان يهبنا مواهب الروح القدس. وأكيد الميلاد في عيون القديسين كمان هو امتلاء من الروح القدس.